بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. من أعظم مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان الصحابة رضي الله عنهم يخبطون الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكانوا يقولون: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ من أعظم المناقب، يعني مغفرة قبل أن تقع من الذنب، قبل أن تقع في الذنب مغفرة رب العالمين، يغفر لك مقدما ما ستفعله من ذنوب في المستقبل. منقبة عظيمة جدا. يعني أصحابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال يقول: أين نحن رسول الله؟ غفر من رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما فعله من ذنوب سلفا. ورسول الله لم يذنب، عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض الأحيان ويخطئ في الاجتهاد، لكن لم يفعل ذنبا، لم يفعل كبيرة. عمره عليه الصلاة والسلام كان معصوما، و ليغفر الله وما تقدم وما تأخر، أي ما ستفعله في المستقبل. ذلك سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا عظيما جدا جدا جدا، لا يعلمه أكثر الناس بسبب الجهل بالعلم الشرعي. له مناقب عظيمة، أهم هذه المناقب أنك يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وده يوريك أهمية الحمد. انظر لهذا الحديث ولهذا الذكر العظيم. من قال حين من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب ما تقدم من ذنبي معروف، ثم تأخر، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لك: سأغفر لك مقدما ما ستفعله من ذنوب في المستقبل. كأنه يقول لك سبحانه وتعالى: أنا أضمن لك حسن الخاتمة وأضمن لك الجنة. في شيء أفضل من ذلك؟ يبقى لو اللي واظب على هذا الذكر العظيم كلنا أو أكثرنا يقول الحمد لله بعد الطعام. لكن من يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؟ ودوليك أهمية الحوقلة، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو أنك قلت هذه الجملة: وفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فرصة عظيمة. ونحن غارقون في الذنوب، نحن غارقون في الكبائر، من حسد وحقد وغيبة ونميمة وتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظر إلى المحرمات، إلى المتبرجات في الطرقات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيره نحن غارقون في الذنوب، والبعض منا تجب له النار كل يوم من كثرة الذنوب. ففرصة عظيمة جدا لمغفرة، فرصة عظيمة جدا لمغفرة. ماذا يضيرك لو أنك بعد الطعام قلت تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة؟ ذكر سهل جدا. بعد أن تشرب الشراب، شربت كوباية لبن، قل الحمد لله الذي أسقاني هذا الشراب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. شربت كوباية مية كنت عطشانا، قل الحمد لله الذي سقاني هذا الشراب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لبست ثوبا جديدا، قل الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. تصور بقى، دي هذه المنقبة الأولى. المنقبة الثانية: تبعث يوم القيامة من أسياد الحمادين. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. فما بالك لو أنك واظبت على هذا الذكر يوميا 3 4 10 5 مرات 10 مرات، إذا أنت متميز في الحمد، فتبعث يوم القيامة من أكارم الناس وأفاضل الناس يوم القيامة. أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى بصيغة لا يعرفها الكثير أو لا يفعلها الكثير. ولو كانش هذا صيغة عظيمة، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بجملة. ده مش ما تقدم بس، ده الذنوب اللي انت هتعملها لسه بعدين. يبقى ضمنت الجنه، ضمنت حسن الخاتمه، حمدت رب العالمين بافضل صيغ الحمد، فتبعث يوم القيامه من افاضل الناس او من الحمادين. وهذا فربما يكون هذا الذكر يصل بك الى الفردوس الاعلى، وهو على يسره وسهولته، لان مش هيتحط عليك ذنوب خالص، لا سالفه ولا اتيه. وحمدت رب العالمين بافضل الحمد صيغ الحمد، فتبعث يوم القيامة من الحمادين والشاكرين، لأنك هتحمد الله سبحانه وتعالى بصيغة من أعظم الصيغ: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أنت تقول لرب العالمين: يا رب أنا عاجز، هذا الطعام، هذا الشراب، هذه الشربة، هذا الطعام لم أتحصل عليه بقوتي ولا بذكائي ولا بشطارتي ولا ولا ولا، أنا إنسان لا حول لي قوة، أنا عاجز. هذه الشربة، هذا الطعام، أنت الذي رزقتني إياه بنسبة 100%،
لان اذا هذا ينفي الشرك، هذا ينفي الشرك الاصغر عن القلب. الانسان ما يتصورش انه جاب الطعام ده بشطارته او جاب الاكل ده بشطارته، لذلك رزقني من غير حول مني ولا قوه. فانت تنسب الفضل الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى نفيت الشرك الاصغر عن قلبك وجعلت الفضل كله لرب العالمين. فلذلك يغفر لك ما تقدم من ذنبك المتاخر، وتكون من افاضل الناس في الحمد، فتسبق الناس يوم القيامه بهذا الذكر العظيم. يبقى لهم مراقب في الدنيا ولهم مراقب في الاخره. يبقى ما تقولش بقى الحمد لله وتسكت، والحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام، شربت كوبايه ميه والحمد لله الذي اسقاني هذا الشراب، لبست ثوب والحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من حق غير حول مني ولا قوه. فمش لن يديرك شيء، لان يعني بعد ما تقول كلمه الحمد لله وتسكت، لا كمل الجمله دي. ولحكم لكم الحديث تحت فيه السخور والشروع، ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، ولعلم علما في انه اجر مع ابي يوم القيامه، لا ينقص ذلك من جنين شيء. وتشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه والاسلاف من كل جديد، وساعدوني على نشر السنه النبويه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.